أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلم ينظروا. خلال هذه الحصة سنجيب عن سؤالين. السؤال الأول وهو: متى كان الله تعالى؟ والسؤال الثاني وهو: لماذا لا نرى الله تعالى؟ إذن الأصل في هذا الدين وهو أن تعرف الله تعالى. إذن بمعرفتك لله تعالى يسهل عليك جميع الأسئلة الأخرى، تسهل عليك الإجابة عن الأسئلة الأخرى. إذن سنبدأ وسنقول: كان الله ولم يكن أي شيء، لم يكن الزمان ولم يكن المكان كذلك. المكان والزمان معدومان. كان الله تعالى ولم يكن أي شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. إذن متى كان الله تعالى؟ بمعنى ما هو الزمن الذي بدأ فيه وجود الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلنا متى كان الله تعالى، فهذا يجب علينا طرح سؤال آخر: متى لم يكن الله سبحانه وتعالى موجود دائما؟ الله سبحانه وتعالى موجود دائما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمن، الزمن هو مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا يمكن للمخلوق أن يتحكم في الخالق، وإلا فلماذا نعبده تعالى؟ إذن هو تعالى يستحق العبادة، لأن قدراته وقواه كبيرة عظيمة. الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمن، وبإمكانه أن يتحكم في هذا الزمن. وها أنتم ترون في هذا العصر، والذي يمكن أن نسميه بمعجزة هذا العصر، والذي هو علامة الساعة الصغرى، يتقارب فيها الزمن. إذا تقارب الزمن بسرعة، يأتي الصباح، يأتي المساء، صباح المساء، بسرعة تمضي الأيام وتمضي الشهور والسنوات. وبالتالي فهذا دليل على أن المتحكم في الزمن هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. مثله مثل ماذا؟ مثل الحصة الشيقة، ملي تنكون في شي حصة تنقراو فيها تتكون شيقة، ما تنحسوش بالزمن. إذا الزمن يمضي بسرعة، الزمن يمضي بسرعة. أعطانا الله سبحانه وتعالى أمثلة في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 259، يقول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. مر رجل على قرية وهي خاوية، وهي خاوية على عروشها، الديور مهدمة، جميع الأشياء التي تدل على أن المكان صالح للحياة معدومة.
هذه الأشياء كلها معدومة. أعيد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 259: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف سيحيي الله سبحانه وتعالى هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام، أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعثه. إذن لاحظوا معي الزمن هنا، ثم بعثه قال كم لبثت، بمعنى كم نمت أو كم مت، كم لبثت وأنت نائم؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال له الله سبحانه وتعالى قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تسنكش. إذن الدليل على أن الزمن راه مر بسرعة أن طعامك وشرابك لم يتسنى، مشى لم يتسنى. وانظر إلى الحمار، إذا كان عنده حمار قال له انظر إلى الحمار، حمار تحلل بمعنى مات وتفتت وتحلل، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، نجعلك معجزة تذكر في القرآن الكريم ويقرأها الناس حتى يتعظوا، ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، انظر إلى العظام كيف ننشزها، بمعنى كيف نجمعها وكيف نحيها، كيف ننشزها، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يمكن بإمكانه أن يتحكم في الزمن، أن يسرع الزمن دون أن يحس به الإنسان، يتحكم في الزمن الله سبحانه وتعالى. أو مثل ما نجد في سورة الكهف الآية 25 يقول لنا الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين وازدادوا 9، إذن 309، إذن 300 أصحاب الكهف وهم نائمين في كهفهم، وازداد ويزيد على 300 سنين، 300 ازدادت 9. إذا الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الزمن سبحانه. الزمن، إذا أردنا أن نتحدث بمنطق الزمن سنقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول له، وهو الآخر الذي لا آخر له. مثلا حتى أقرب لكم الفكرة، لدينا الأعداد الموجبة والأعداد السالبة، هذا يعرفه التلاميذ كثيرا لأنهم يدرسونه بالنسبة للأعداد. الأعداد السالبة نجد عدد سالب يلي عدد سالب عدد سالب إلى ناقص ما لا نهاية، إلى ناقص ما لا نهاية. إذا سألتكم ما هو العدد السالب الأول، العدد السالب الأول ما يمكنش أننا نحدد العدد السالب الأول، ما يمكنش. إذن كذلك بالنسبة لله تعالى هو الأول الذي لا أول له، لا يمكن أن نحدد بداية البداية لأنه ليس له بداية. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول له،
وهو الآخر الذي لا آخر له، بمعنى الأعداد الموجبة إذا أردنا أن نبحث عن العدد الأخير، آخر عدد، آخر عدد، لن نجد هذا العدد الأخير لأنه في الأصل لا يوجد. إذن هذا بالنسبة للأعداد التي هي مخلوقة. الأعداد لا يوجد لها العدد الأول ولا يوجد العدد الأخير، ناقص ما لا نهاية هو ما نسميه بالأزل، الأزل، وزائد ما لا نهاية هو ما نسميه بالأبد. إذن الأزل والأبد، وإذا جمعناهما الأزل الذي هو ناقص ما لا نهاية والأبد الذي هو زائد ما لا نهاية سيعطينا السرمد. لذلك نقول الذات السرمدية، الذات السرمدية التي هي الله سبحانه وتعالى، الذات السرمدية، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع مثلا ولله المثل الأعلى، يجمع بين ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، بمعنى يجمع بين الأبد والأزل، يجمع بين الأزل والأبد إلى الأبد، والأزل زائد الأبد يعطينا السرمد. إذن هو الأول الذي لا أول له والآخر الذي لا آخر له. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول له. إذا سألت شخصا وقلت له وصل العداء محمد في الرتبة الأولى، العداء محمد وصاحب الرتبة الأولى، تخيل معي أن شخصا سألك فقال محمد هو العداء الأول، من كان قبله، من جاء قبله؟ ستقول له لا يمكن، لا يمكن. وهذا كذلك ما أتحدث عنه الآن، عن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول له. إذن منطق الزمن، منطق الزمن الذي يمكن أن نتحدث فيه عن زمن هذا الكون، زمن الكون 13,700,000,000,000 سنة، زمن الكون، وهذا الزمن 13,000 13,700 لا يساوي شيء في هذه المدة، ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، الأزل والأبد لا يعد زمن الكون شيء في هذا الزمن الكبير العظيم. إذا الآن ننتقل إلى الإجابة عن سؤال آخر، وهو لماذا لا نرى الله تعالى في الدنيا؟ علاش ما تنشوفوش الله سبحانه وتعالى في الدنيا؟ لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا لأسباب عدة، نذكر منها أن قدراتنا ضعيفة. إذا القدرات ديالنا حنايا ضعيفة، لا تستحمل رؤية الله سبحانه وتعالى لقوته وعظمته وجلاله ولنوره العظيم. إذن ضعف حواسنا، فمثلا هل يمكن أن تطيل النظر إلى الشمس؟ ممكن؟ صعب، صعب أن نطيل النظر إلى الشمس أو إلى أشعة الكسوف أو الخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، فما بالك بنور الله تعالى. يقول الله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، الله سبحانه وتعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سورة النور الآية 35. سبب ثاني، السبب الثاني وهو لأن رؤية الله سبحانه وتعالى نعمة وجزاء، فهي أكبر نعم وأكبر جزاء للمؤمنين، وهو أن يروا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك فلا يمكن أن نراه في الدنيا، لأنه بالفعل هناك من يستحق أن يرى الله سبحانه وتعالى، ولكن من الناس من لا يستحق رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى جعل النظر إلى وجهه هي أكبر النعم التي ينالها المؤمن في الجنة وليس في الأرض، في الجنة وليس في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار في سورة المطففين الآية 15: كلا إنهم، هنا يتحدث عن من؟ يتحدث عن الكفار والمنافقين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ننتقل إلى سؤال آخر، وهو متى سنرى الله تعالى؟ إذن سنرى الله تعالى مثل ما سبق وقلت، سنراه في الجنة إن شاء الله. اللهم اكتب جميع المشاهدين والمستمعين ممن يرون وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذن متى سنرى الله سبحانه وتعالى؟ نجده يقول تعالى في سورة الأعراف الآية 143: ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء موسى لميقات، للوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى بجانب الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، ولكن انظر إلى ذلك الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، بمعنى سقط موسى إلى الأرض وهو مغمي عنه، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس راض عن موسى، ولكن فقط لأن الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته هو جزاء يلحق بالمؤمنين ويناله المؤمنون، أين؟ في الجنة. إذن مثل ما قلت أن أصحاب الجنة سيرون الله سبحانه وتعالى في الجنة إن شاء الله، وهذا يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته عجوز، جاءت عجوز إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له هل سأدخل أنا إلى الجنة؟ فقال لها الجنة لا يدخلها عجوز، فحزنت
وغضبت. وعندما رأى منها الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى من آثار الحزن، قال لها: لن تدخل الجنة وأنت هكذا عجوز. ثم تلا عليها قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن أنشأناهن إنشاء بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تلك القدرات الضعيفة التي لنا نحن الآن في الدنيا، في الدنيا ستصير قدرات قوية حين النشأ الجديد. قال الله سبحانه وتعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن ما المقصود بأبكار؟ إن أنشأناهن إنشاء هذا مفهوم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الإنسان حين البعد نشأ آخر جديد. هذا النشأ الجديد وهو أن الإنسان يبعث وعمره 33، يبعث في سن شباب، سن عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء الثانية، سن عيسى عليه السلام 33. أما بالنسبة للطول، بالنسبة للطول فسنبعث بطول آدم، أبينا آدم عليه السلام، وهو 70 ذراع، 70 ذراعا. اللغة هي اللغة العربية، العربية هي التي سنتحدث بها في القبر ويوم الحساب، وكذلك حديث أهل الجنة. في القبر سنسأل باللغة العربية وسنجيب باللغة العربية، ولو كان الإنسان قد، ولو أن الإنسان ممكن أنه مات وهو لا يجيد اللغة العربية، يعرف فقط اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، حين البعث يبعث وهو يجيد ويفهم اللغة العربية. إذا اللغة العربية هي لغة الحساب في القبر ويوم الحساب يوم الحشر، وكذلك الحديث في الجنة. أعيد: السن 33، سن عيسى حينما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الثانية. الطول، طول أبينا آدم عليه السلام 70 ذراعا. اللغة، اللغة العربية. القدرات، القدرات العقلية هي قدرات واحدة قوية بالطبع، قدرات موحدة بين جميع الناس، جميع أبناء آدم. وصحيح أن الله سبحانه وتعالى يزيل من الأذهان الذنوب التي قام بها الإنسان، بمعنى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح الآية 5: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم. إذن أدخلهم الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، بمعنى أنهم كفرت عنهم سيئات، لم تعد فيهم أي سيئة. ولكن ما معنى و يكفر عنهم سيئاتهم؟ دخلوا إلى الجنة بمعنى أنهم لم تعد هناك أي سيئة، لا، لم تعد هناك أي سيئة، نعم، ولكن المقصود بيكفر عنهم سيئاتهم بمعنى يزيل من أذهانهم الذنوب التي ارتكبوها. لماذا يزيلها الله سبحانه وتعالى؟ حتى لا يؤنبهم الضمير على فعلهم لتلك الذنوب، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدرجات العليا وأمدهم بهذه الخيرات الموجودة في الجنة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أبكارا بمعنى بكر، ليس التيب، بمعنى بكر، لم بمعنى بكر لم تتزوج بعد، أبكارا. أترابا بمعنى محبوبات،
لأزواجهم. هناك كذلك حديث قدسي قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها، ليس بينك وبين الشمس، ليس دونها سحاب؟ قال الصحابة قالوا: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. ثم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون من رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ليس بينك وبين القمر سحاب؟ قال: فكذلك ترون الله يوم القيامة، ترون الله يوم القيامة. إذن فضعف الحواس التي نمتلك في هذه الدنيا هو سبب عدم رؤيتنا لله سبحانه وتعالى. ضعف حواسنا واختلاف قدرات المخلوقات دليل على عظمة هذا الخالق للكون، لهذا الكون، والذي هو الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. مرحبا بالأسئلة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السامي دين عظيم هو السامي.